نرجع تاني لموضوع العالمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم العالمية مرتبطة بالحج بمكة تحديدا، ومكة هذه ذكرت لها أسماء بحسب الرسالة أكثر من 40 اسم، منهم البلد الأمين، البلدة، طيبة، الجامعة أخذها الناس وأطلقوا على الجامعات الجامعة، ونحن دمشق. معظم البنادق التي في أرض مكة تسمى بأسماء مكة، فإذا أهل مكة أطوى بشعارها، كنت إياد، كنت القادسية، كنت الحاطمة، كنت الكوسي، النكوسي، معاد. معاد تختلف عن ميعاد. لما ربنا سبحانه وتعالى عندما اشتاق سيدنا محمد للرجوع الى مكه وهو في المدينه قال وانما رأيتك الى معاد. معاد هي اسم من اسماء مكه. طيب، مكه هذه احب البلاد الى الله وابراهيم عليه السلام ومحمد. قد يظهر بعض الناس ويقول ما هو الشيء الجميل في مكه حتى يحبونها. مكة جبال أتت معظمها من التراكين، وجد حديث جميل للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود بطر عرض رجلا وأنهارا خضراء. يبقى إذن بالتغيير المناخي ستعود مكة من أجمل البلاد التي أحبها الله والتي يحب لهم أن يحبونها. مكة has more than 40 pilgrimage dates, for example, at the end of Ma'ad, Al-Qadisiyya, Al-Bayl al-Amin, etc. And Mecca is the favorite, the more favorite place for the Prophet Muhammad, peace be upon him. Although it contains, or it has many mountains, which were from volcanoes, first of all. Although of these information, Mecca is the more favorite place for the Prophet Muhammad and all the prophets. And it will return to be the most beautiful place in the world. فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، وهذا ارتباط وثيق بين سيدنا محمد والله سبحانه وتعالى وإبراهيم والله سبحانه وتعالى. والمبادلة، قال سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم الآية أتت على لسانه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذا دعوة إبراهيم جاءت في سيدنا محمد امتداد وصيف، أحب الله وإبراهيم ومحمد مكة، وارتباط العالمية كلها دون الثلاثة، والملائكة في المرحلة الابتداء قبل آدم، كله يصل بناقض إلى أن عالمية هذا. As an evidence of the global message of pilgrimage in Islam is that the Ibrahim tradition, as we can read and know, Ibrahim, peace be upon him, said, O Allah, send the Prophet from them to clarify and describe everything to them. A prophet from them. So this is the core of Ibrahim, peace be upon him. And this is the universal, the global message of Islam concerning the pilgrimage. ما من نبي إلا وحج البيت إلا ما كان من هود وصالح انشغلت أمر قومهما فلم يحبك
ولكن الله سبحانه وتعالى سيجعلهم يحبون قبل قيامة عيسى بن مريم. وحديث آخر: وما من نبي إلا وحج البيت. عدد الأنبياء والرسل المحصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد عن 125,000. الحديث يؤكد أن الأنبياء كلهم الرسل حج. عالمية الحج جاءت في وضع البيت والصلاة في البيت، والناس يقولون ما معنى الحج؟ الحج ليس شيئا ملموسا تضع يدك عليه فتحط. الحج هو أن تذهب لغويا إلى البيت الحرام ويكون مؤكدا لك لا عليك. الحج هو أن تصلي في أول بيت وضع للناس، أن تصلي في هذا البيت لأن له قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا البيت الذي صنته الطواف، البيت الوحيد، تصلي تطوف بالبيت، هذا يعتبر ركعتين السنة. Great trip, which is pilgrimage. All the prophets, who are more than 100 to 25,000 prophets, all of them did pilgrimage and went to Mecca. First of all, the Muslim too, when he or she reaches Mecca, is to pray in the first mosque of Islam. And all the prophets and the messengers did so. نأتي إلى عالمية الحج في منزلة المساجد الثلاثة عند الله سبحانه وتعالى، خاصة المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة وهو يجلس في المسجد النبوي قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500,000 صلاة فيما سواه. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم أينما أدركتك الصلاة صلت فصلت فإن الفضل فيك. إذا هنا المساجد الثلاثة في ارتباط وسيط بينهم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. In Islam, there are 3 mosques which are worthy of holy or sacred. The first mosque is the holy place, the holy mosque in Mecca. Then the Prophet's mosque in Medina. After that, the Aqsa mosque. So all the Muslims are called for to visit all 3 mosques. The first one, the Holy Mosque in Mecca, the second Prophet's Mosque, and the Al-Aqsa Mosque. من عالمية الحج أن جعل الله البيت الحرام منسكا للناس، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا المنسك وهذا البيت هو عظيم جدا، لأن هذا البيت هو عندما صار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وجد سيدنا إبراهيم يركن يجلس ويركن ظهره إلى البيت المعمور، فقال: آهل اللي يذهب من جنس العمل. بنى إبراهيم بيت في الأرض فجلس يستمتع ويركن ظهره إلى البيت المعمور. المسجد الحرام قيل أو قيل لي يا رسام يعيش في الخيال،
أن المسجد الحرام في منتصف قالوا في منتصف الأرض، وقالوا في منتصف اليابسة، والحمد لله قد صرف الناس جميعا كاتب مصري اسمه محمد ربيع حسين الخمسينيات أثبت أن مكة هي منتصف الكون بالخريطة العالمية، وأن الساعة التي يعتبر أو يفضل أو هي الأصح أن تتبع هي ساعة مكة، إلا أن بريطانيا والاستعمار وبريطانيا العظمى سقط على هذا هذا حكما. تخيلت أن مكة هي كالأم التي تحتضن أبنائها، الدائرة القاضية المركزية عندما يكون الموجة عليها في الفراغ تشكر أو تشد تكسب أبنائها. كثيرا من كل هذه الطرافة الجميلة أنهم يأتون إليها، منهم من يموت في بطنها ومنهم يعود فيموت، كلهم هي تودعهم، الأم الوحيدة التي تودع أبنائها في حياتها، إلى أن تهدم في آخر الزمان عندما يتركها الناس ولا يحتاجون إليها، وعندما ينظرون في المصاحف فلا يجدون القرآن ورق أبيض، ويذكرون بعضهم بالآيات فيقول لا أدري ماذا تقصد، وعندما تأتي الأرض النار من أرض عدم وتسوق الناس إلى أرض المحشر، ومأكان كثيرا عندما يركبون كل فرقين على مرة يبدلون. عندما وصلوا إلى المسجد النبوي، وهذا هو الاعتراف لدينا الآن، عندما وصلوا إلى المسجد النبوي قال واحد من الناس، قال لي جدي كان يذكر هنا لا إله إلا الله، ما يستطيع ولا يتذكر ولا جاء في ذهن أن يقول هذا كان هنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذكر هنا لا إله إلا الله. The oneness and no Allah except Allah is asserted throughout or all over the history. And every nation has its traditions. And that Imam when Ibrahim is the Apollyon, went to his bed and he said, because he was tired. So Makkah is the center of the earth, and the time of Makkah must be the correct time of the world. But after that, he changed time to be in London, the center of Makkah. So Makkah is in the center of the earth. أنا الله ذو مكة، هذا حديث في كتاب الأزرقي أخبار مكة، كتاب تاريخ في كتاب أخبار مكة، باب ما جاء في مسألة إبراهيم عليه السلام. أنا الله ذو مكة سرتها يوم سرت الشمس والقمر، وحفظتها بسبعة أملاك كنهاء مبارك لأهلها في اللحم والماء، لأنهم تركوا اللبن فبارك الله لهم في أيام قصة إبراهيم عندما طلب منها الماء من زوجة ابنه الذي قال لها عندما يأتي له كل له غير عجل البيت، لو كانت أخذت اللبن لكن الله سبحانه وتعالى اللحم والماء يجعلها يحلها اهلها اهلها ولا يحلها اول من اهلها ولا تزول حتى يزول الاخشبين، الاخشبين اللي هما الجبلين قبيس ومكه، وهي حديث اللي هو كما ذكرنا ان الله يحب مكه ويحب ابراهيم ومحمد.
إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منها ما خرجت. إذا هذا كله في ترك مكة، وطبعا محرم الصيد والقتل والإماتة بالحشرات التي لا تقول الإنسان إلا ما حددوه السباع عندما تحترس والفواسق الخمسة. Killing animals and birds are prohibited in Mecca. Returning to the history of Mecca, the sun and the moon, we can read in the tradition many stories related to the history of Mecca, which are told all over the generations. And you can read that or read details about Al-Ashabayn, which are two mountains in Mecca, with so many milestones in Mecca, the holy place. Yes. إلى المرحلة التي قلنا أن عالمية الحج كانت في كلمة الناس، لأن الحج أتى للناس بكافة مثل دعوة الرسالة المحمدية التي جاءت امتدادا جميلة في إبراهيم. نستعرض بعض الآيات التي تؤكد الناس ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. مسلمين الناس، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وأذن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. As an evidence of the personal and global message of Islam, there are many verses in the Holy Quran assert and assure that in the fall of the Quran, for all the humanity, all the people to fulfill the image, Prophet Ibrahim gives the upon him, which is extended to all the people all over the world,